ردت جماهير القوى الجوية الحقيقية التي يمكن أن نسميها وبجدارة الحقيقية نظرا للروح الرياضية التي يتمتعون بها، انتقدوا ما حصل وقدموا رسالة اعتذار لأهالي محافظة ميسان والنادي بعد الحادث. وبهذه الروح نتمنى أن تسود العلاقة بين الجماهير الرياضية بشكل عام بعيدا عن التشنج والتجاوزات. فنشاهد جمهور القوى الجوية. هذا جمهور القوى الجوية اللي حكيتوا عليه واللي قلتوا به احنا بريئين عنه، لان احنا بالاحمراني ورا لعبه الجويه بيوم انا من ميسان اهلنا، وكنا اصلنا من ميسان ومن الاحماره اللي مسكم مسنا، يشهد الله علينا وان شاء الله ماكو فرق. تجون اللعبه تجي بغداد واحنا نقوم لكم بالواجب وبخدمتكم، وبغداد بغدادكم، بغداد وحده، وتحياتنا لميسان، تحياتنا.